في ذلك الوقت كان أتباع الدين السماوي يتعرضون لضغوط شديدة من قبل حكومة روما، وكانوا مضطرين للاجتماع في البيوت الخربة والمتروكة، أو يجتمعون سراً رغم الأخطار المحدقة بهم في أقبية المقابر الواقعة خارج المدينة لسماع مواعظ وخطب المبشرين المسيحيين. السلام على عيسى المسيح. قال المسيح: الحقيقة التي كنت تخشى قولها في الظلام ستعلن يوما ما وتخرج إلى النور، وما آمنا به في الخلوات سينادى به يوما ما على رؤوس الأشهاد. أيها المعلم، وهل حقا سيحدث ذلك؟ إن وعد الله حق، والحق هو الغالب لا ريب. إنكم اليوم قليلون وفئة قليلة تجتمعون مضطرين في هذا القبو المظلم، ولكنكم ستملؤون يوما أرجاء العالم. إنهم اليوم يأخذونكم ويلقون بكم أمام الحيوانات المفترسة ليتمتع الإمبراطور الظالم ودقيانوس سفاك الدماء بمنظر تمزيق الأسود لكم ولبقية المظلومين بهذه المدينة، وليقهقها ويحتفل بعذابكم غافلاً عن أن الله يرعاكم. وعندما يصل المدد الإلهي ستكونون أنتم الحاكمين عليهم. هذا وعد الله بنصر المحرومين. ستسقطون الأباطرة والطواغيت عن عروشهم بعون الله وقوته. آمين. من رأى عون الله ومتى يكون؟ وإلى متى يمكننا الصبر؟ عندما يقتل الجميع ويحرقون ويقطعون ويصلبون؟ إلى متى يمكننا الصبر؟ على الإنسان أن يقوي إيمانه، والله يحقق وعده متى رأى صلاح عبده في ذلك. فلربما لن يتحقق الوعد بالنصر في حياتنا. جالوس؟ نعم يا سيدتي. جالوس، احذر من أن ينتبه إلينا أحد. سمعا. أيها المعلم، هل إن مقام الناس في الجنة واحد؟ إن كان واحدا فذلك ينافي العدالة، وإن لم يكن واحدا فإن الأدنى سيحسد الأعلى. السيد المسيح أجاب الحواريين على هذا السؤال بالقول: ماذا تقولون في رجل صاحب عائلة كبيرة يريد أن يكسوهم الملابس؟
فهل يحسد الصغار الكبار لأنهم ارتدوا ملابس كبيرة أيحسدونهم؟ أو بالعكس، لو لبس الصغار ملابس كبيرة هل سيغضب الكبار لأنهم سيكونون موضع استهزاء؟ وبذلك فإن كل واحد سيكون راضياً بالمقام الذي ناله. أيها المعلم، أخبرني كيف ندعو الله ليستجيب لنا؟ لقد أوحى الله لمولانا السيد المسيح: يا عيسى، قل للطغاة لا تدعوني ما دمتم تأكلون المال الحرام، وما دامت الأصنام في بيوتكم، لأني أقسمت أن أجيب دعوة كل من يدعوني، ولكني منعت إجابتي عن أكلة المال الحرام وعبدة الأوثان. أيها المعلم الطيب، كيف لنا أن نعرف أننا مؤمنون؟ انظر إلى نفسك كيف هي، فكل واحد منا بصير بنفسه، فالإيمان كالشجرة الطيبة تعرف من ثمرها. انظر إلى الخصال التي أثمرت عنها شجرة وجودك، فالشجرة الخبيثة لا تحمل فاكهة طيبة أبدا. فإن رأيت شجرة وجودك محملة بالفاكهة اللذيذة كالصدق والأمانة والمحبة والعفة والشجاعة، وفوق كل ذلك التعلق بالله وبالآخرة، فاعلم أنك مؤمن. شخص قادم. سلام الله على المسيح. رعتك مريم العذراء. هل السيد أدنيا هنا؟ نعم. خذني إليه. اعلموا أن مولانا المسيح قال: إن هذه الدنيا كالقنطرة التي توصلكم إلى الآخرة، غضوا الطرف عنها ولا تتعلق قلوبكم بها، لا يخطف أبصاركم بريقها ولا تزعزع صعوباتها إيمانكم، فإنها فانية على كل حال، ولن يبقى لكم منها سوى أعمالكم. واحذروا من أن تحملوا أوزاركم على ظهوركم. أدنيا، هل إن الله حقا يحيي الموتى مرة أخرى في عالم آخر؟ كيف يحيي العظام مرة أخرى وهي رميم؟ ها؟ كيف يمكن ذلك؟ كما أنك لم تكن في هذه الدنيا ثم وهبك الله الحياة، ألم تر كيف تنبعث الحياة في الأشجار بعد جفافها في فصل الشتاء؟ إنه على كل شيء قدير. اعلموا أن الإيمان ليس باللسان، فكم من شخص لا يمكن الاستدلال على إيمانه من كلامه أو من ظاهره، ولكن قلبه مفعم بالإيمان. ترجمة
هاي توقف. ما هذا؟ ماذا تقصد من هذا التصرف؟ لما تفعل هذا يا رجل؟ أين تنوي الذهاب؟ للمشاركة في اجتماع المسيحيين؟ اقبضوا علي. ماذا تفعلون؟ هل سألتمونا من نحن؟ أيا كنتم، ألقوا القبض عليهم. اتركوني، هذه عربة صاحب الفخامة ماكسيميليانوس وحرمه هيلين داخلها. يا جالوس، هل حدث شيء؟ ماذا يريد هؤلاء؟ تحية للسيدة هيلين. لقد تجمع بعض الأشرار في المقبرة، المكان غير آمن يا سيدتي. أشرار؟ لماذا التأخير؟ ألقوا القبض عليهم. إنها السيدة هيلين، ابنة صاحب الفخامة ديوكليتيانوس. تحية للسيدة هيلين، أرجو أن تقبلي عذري يا سيدتي. أيمكن أن أعرف إلى أين تتوجهون؟ تسألني بطريقة وكأن اجتياز الغابة ذنب كبير. لا تؤاخذيني على ذلك يا سيدتي، لقد كلفنا بمهمة صعبة، فقدوم الإمبراطور قريب. كفاك وقاحة، تكلم معي. إنك لست بالمستوى اللائق لمخاطبة ابنة صاحب الفخامة ديوكليتيانوس. إلى أين يؤدي هذا الطريق؟ ألا تعلم أنت؟ لو كنت أعلم لما سألتك. إلى أين يؤدي هذا الطريق؟ إلى المقبرة. المقبرة؟ ومن أين يمكننا التوجه إلى قرية الرقيم؟ فسيدة هيلين تريد الذهاب إلى هناك لرؤية زوجها، إذ إن صاحب الفخامة ماكسيميليانوس ذهب إلى هناك لتفقد أحوال الرعية. عد من نفس الطريق الذي جئت منه، واتجه شمالا عندما تصل إلى مفترق الطريق. هذا جواب منطقي، تنح جانبا. أتريدون أن أبعث معكم بعض الجند لحراستكم؟ لا حاجة لذلك. هاي، ساعدوهم على الرجوع. ألم يحدث شيء؟ ألم تسمع صوتا؟ كلا كلا. ليستعد الرماة. استعدوا، صوبوا سهامكم.
اضرب. كما تحب أن يعاملك به، اكظم غيظك، قابل الإساءة بالإحسان، فهذه هي الصفات الإيمانية. جاءوا، لقد جاء الروم. سأشغلهم عنك. لا أستطيع. اهرب يومانيس، اهرب يومانيس. اذهبوا من هنا، هيا اذهبوا بسرعة. تنحوا جانبا، تنحوا جانبا. تعال أنت. أيهم آدونيا؟ إنه يسألك أيهم أدونيا. أيها المنافق، هدّ من روعك. إذن أنت أدونيا المبشر. عاملوه باحترام.
إنه كنز ثمين. بالتأكيد سنحصل على جائزة كبيرة لاعتقالنا إياه. خذوه. لا تدعوا أحدا منهم يهرب. لقد انتهى دورك، اذهب. آتوا بهم. تحرك. تحرك. لقد كان خائفا. أعلم بذلك. لقد عذبوك كثيرا، وإلا لما اعترفت لهم بذلك. أسأل الله أن يرحمك وأن يغفر لي ما سببته لك من العذاب. هيا تحرك. تحركوا. هيا هيا. أسرعوا أسرعوا. هيا هيا تحركوا. هيا هيا تحركوا. هيا تحركوا. هيا افتح الباب. تحية للسيد يوماني. السيد تلميخة موجود؟ إنه موجود، تفضل. مرحبا. مرحبا يا ابنتي، والدك في البيت؟ نعم. تحية للسيد تلميخة. تحية لك. ماذا حدث يا يومانيس؟ اعتقلوا أدونيا. يا إلهي، أدونيا طاهر. يا مريم العذراء،
كوني في عونه. يجب أن نفعل شيئا. أعتقد أن الأمر قد انتهى. ليت ماكسيميليانوس كان موجودا هنا. ألم يكن يعلم أن أدونيا دعا المسيحيين للتجمع هذا اليوم؟ لو كان يعلم لما ذهب. على أي حال يجب أن نبذل جهدنا. اللعنة على هذا الإمبراطور الذي يكلف مجيئه المشؤوم كل هؤلاء الضحايا. لقد جئت بأخبار سيئة لأصحاب الفخامة. تحية لصاحب الفخامة. أعلمت أنت أيضا؟ السيد يومانيس كان هناك. حسنا، ماذا حدث؟ لقد قبضوا على الجميع عدا عدة أشخاص هربوا معي. حتى أدونيا؟ يا عيسى ابن مريم، افعلوا شيئا. ما فائدة بقائكم هنا؟ ليس باليد حيلة. من يستطيع إلغاء أوامر ديوكليتيانوس غيره؟ أنا ألغي أمره هذا، لأنه يجب أن يصفح عن أدونيا. أتدرين ماذا تقولين يا هيلين؟ نعم، بمقتل السيدة هيلين ستتحسن كل الأمور، إذ سينجو أدونيا وبقية المسيحيين. لكن الموت أفضل من هذه الحياة. أترى أن هذه الحياة أفضل من الموت؟ إن كان موتك يؤدي إلى نتيجة إيجابية فلا مانع. أتظنين أن والدك سيستجيب لطلبك؟ يعني ألا تعرفينه يا سيدة هيلين؟ فلو علم بميلك للمسيحيين، ترى هل يتردد لحظة واحدة في قتلك؟ إذا نسكت ونشاهد موت أصحابنا؟ لا، ننتظر عودة ماكسيميليانوس وبعدها نقرر. لدي علاقة بسيطة بالقاضي، إذ يشعر بأنه مدين لي. آمل أن أفعل شيئا. أنا على يقين من أنه كان ذاهبا إلى المقبرة، وعندما شاهد الجنود غير كلامه. أمستعد للإدلاء بشهادتك؟ أشهد؟ أين؟ أمام الإمبراطور. قلت الإمبراطور؟ ولكن هذه الأدلة بإمكانها. نعم، عندما تكثر الأدلة تكون مؤثرة. فلدي معلومات أخرى وبإمكاني أن أحصل على المزيد منها. عندما يصلب ماكسيميليانوس ستحصل على مكافأتك. أنا لا أنسى أصدقائي. كما تأمر يا سيدي. يجب أن أشارك اليوم في مراسم تقديم القرابين، فديوكليتيانوس يريد تقديم القرابين لأبولون من أجل دفع الخطر على الإمبراطور، وسأخبره باعتقال أدونيا. اذهب أنت إلى أدونيا، فيجب أن يعترف، فلديه معلومات كثيرة. احذر من أن يراك أحد. سمعا سيدي. إنني أفتقد ماكسيميليانوس مرة أخرى. يبدو أنه ذهب لتفقد أحوال الرعية في ضواحي المدينة يا صاحب الفخامة. يبدو أنه يسعى لإقرار الأمن في القرى التي سيمر فيها موكب كبير الآلهة الإمبراطور. Thank you.
هذا قربان عبدك صاحب الفخامة ديوكليتيانوس نائب كبير الآلهة الإمبراطور الذي عاهد نفسه بتقديمه لك. يا إله العظيم، يا من هوت بقية الآلهة أمام قدرتك وضربات سياطك، يا إله الشمس، أظلنا في ظل قدرتك وحفظك، وسأقدم لك ما أمكنني من الكلاب القوية الحادة الأنياب لنيل مرضاتك، وسأغدق الذهب والفضة على كاهن معبد دلفا. يا أبولون العظيم، إني أريد من إهداء هذه القرابين أن تحفظ الإمبراطور العزيز عند سفره ومجيئه إلينا، وأن تدفع عنه كل البلاء. ابدأوا، هيا. قريبا سيصل الإمبراطور، انتبهوا جيدا وأتموا الأعمال التي لم تكن. سمعا سمعا. لدي بشرى يا صاحب قل. الفخامة، لقد اعتقل أدونيا المسيحي. أحسنت يا جوليوس. يحيى أبولون، فما أسرع استجابته لما يقدم له القرابين. أين هو الآن؟ تحت التعذيب يا صاحب الفخامة، بالتأكيد أنه سيكشف عن أسماء الكثيرين. لا تنسى تطبيق العدالة يا جوليوس، يجب أن يقدم للمحاكمة وأن لا يعاقب قبل المحاكمة. اذهب. هل يمكننا القيام بعمل لمساعدته؟ غير ممكن إلا بثمن التضاحي أمرنا وقتلنا جميعا. أنا مستعد لأن أقتل في سبيل إنقاذه. مقتل أي واحد منا يؤدي إلى التضاحي أمر الآخرين في الوقت الذي يجب أن نحافظ فيه على وجودنا ليوم موعود. مع ذلك علينا أن نبذل ما بوسعنا. نعم لنذهب. ليذهب. لقد تحملت التعذيب رغم نحافة جسمك.
ولكن ما النتيجة؟ فليس للتعذيب حد وسط. إما أن تستسلم وتجيب على ما أسألك، أو أن تموت. إن الذين يخافون من الموت يعتبرونه نهاية الطريق، أما الموت بالنسبة لي فهو بداية الطريق. ولكنك قبل أن تبدأ ذلك الطريق ستبوح لنا ببعض الأسماء، ألا تصدق؟ فأنا مستعد لمراهنتك. أتراهن؟ أنا على يقين من أنك ستخسر الرهان. ولكني واثق من أنني سأربح الرهان. أدنو مني، أنا أستطيع تحريضك لإيصال بسرعة إلى مقصدي لتخلصني من هذا السجن المظلم. وأنا أيضا أستطيع إجبارك على الاعتراف وتقديمك قربانا لآلهة الرومان. يا مريم العذراء، يا عيسى المسيح، كونا في عمري يا عيسى المسيح. يا مريم العذراء، أنا مستعد أن أكون قربانا، ولكن ليس لآلهتكم. أنا أقدم نفسي قربانا لله الواحد الأحد. لا 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 لا، يا عيسى المسيح، ألم يتكلم بعد؟ كلا، لقد أغمي عليه تحت التعذيب لكنه لم يتكلم. يا ماتيوس، تعال معي. حذاري أن يموت. إنني مطمئن من أنه يعلم أشياء كثيرة. لنذهب. هات الماء. ما أعذب ذلك؟ أي شيء عذب؟ أن يختم الإنسان حياته بسلام
والأعظم من ذلك أن يأتيه الموت من دون أن يبيع إيمانه بأي ثمن كان. أواصل يا مولاي؟ كلا، قد يموت. هل أنت من حديد يا رجل؟ حقا، ما الذي منحه لك إلهك كي تضحي بنفسك من أجله؟ تعال وخذه إلى الزنزانة. تعالوا. اطرحوه أرضا. يا مريم الحمد. اخرج، لقد جاء دورك. اين تأخذون؟ اخرج. لماذا؟ انا لم اخرج شيئا. اقسم عليكم بالآلهة ارحموني ارحموني ارحموني، انا لم افعل شيئا. تحركوا، هيا تحركوا تحركوا. انتظر هنا حتى أعود. سمعا. صاحب الفخامة تلميخة. أهلا سيد تلميخة، الطبيب الخاص لديوكليتيانوس. أضللت الطريق؟ كنت أمر من هنا فرأيت أن أزور صديقي القديم. أشكرك، المشاغل هذه الأيام لا تدع الأصدقاء أن يذكر بعضهم الآخر. نعم كما تفضلت. جئت في وقت مناسب، اجلس. شكرا. سترى اليوم محاكمة فريدة. تحرك، قلت لك تحرك إلى المحكمة. أخرجه من هنا. تحرك وأنت تحرك. تحرك أنت، تحرك، تحركوا بسرعة. هيا. بسرعة. أسرعوا أسرعوا. إذن أين الحقيقة؟